السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. ونبدأ بالقراءة، أول درس بعنوان الحرية. تعالوا معي أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، نستمع إلى الدرس ونرى ماذا يحتوي هذا الدرس. تفضل. الحرية. أولا، ماذا يجب على الناس عندما يتعاملون مع الحيوانات والطيور؟ تفضل يا محمد، ماذا يجب على الناس عندما يتعاملون مع الحيوانات والطيور؟ أحسنت، يجب على الناس الرفق بالحيوانات والطيور، نعم، لأنهم مخلوقات أيضا، ولابد أن نرفق بهم ونعاملهم بالرحمة وبالليل. الحرية، مصطفى لطفي المنفلوطي كاتب هذا الدرس. تعالوا معي نتعرف على كاتبنا اليوم. هو كاتب وأديب مصري معاصر، ولد في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، تعلم بالأزهر الشريف وتلقى علومه، حفظ القرآن الكريم وكان شغوفا بمطالعة الكتب الأدبية. له مؤلفات كثيرة مثل العبرات والنظرات، وترجم الكثير من الكتب مثل في سبيل التاج والفضيلة. أيضا، ماذا ترى في هذه الصورة؟ تفضل يا محمد. أحسنت، نرى طائرا يحلق في السماء بدون قيود، في فرح وغبطة وسرور. وهنا أيضا ماذا ترى يا تفضلي؟ أحسنتي، نرى أيضا طائرا يخرج من قفصه إلى الهواء الطلق إلى السماء بدون قيود، أيضا منطلق في حرية وفي فرح وسرور. وهنا أيضا نفس الشيء. تعال معي نذهب إلى الدرس. استيقظت فجر اليوم من الأيام على صوت هرة. ده مصطفى، هو مصطفى الكاتب. تموء بجانب فراشي وتتمسح به، تكلم معنا وتلح في ذلك إلحاحا غريبا، فراعني أمرها وأهمني همها. وقلت لعلها جائعة، الكاتب يحدث نفسه ويقول، فنهضت وأحضرت لها طعاما، فعافته تركته وانصرفت عنه. تذكر فقلت لها لعلها ظما عطشة، فارشدتها الى الماء، اتى بالماء اليها فلم تحفل به، وانشات تنظر الي نظرات تنطق بما تشتمل عليه الام واحزان في نفسها واحزان ايضا، فاثر منظرها في نفسي تاثيرا شديدا، حتى تمنيت ان لو كنت سليمان فافهم لغه الحيوان لأعرف حاجتها وأفرج كربتها. وكان باب الغرفة مغلقا، فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتصق بي كلما رأتني أتجه إليه، فأدركت غرضها، عرفت غرضها أن أفتح لها الباب، فأسرعت بفضاء، فما إن وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء حتى استحالت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور، فرح وسرور، وانطلقت تعدو في سبيلها. أما أنا عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي يا أبنائي إلى يدي، وفكرت وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها، وأقول ليت شعري، هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ فهي تحزن لفقدانها وتفرح بلقيا. أجل، إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم. وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا لسبب واحد، ألا وهو سعيا وراء بلوها للحرية. فالحرية، تعريف الحرية، شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة. الحرية يا أبنائي هي الحياة،
ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه بما أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. إذن إن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستد، ولكن إنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته مطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يدا لأحد عنده. بعد أن استمعنا إلى النص، تعالوا معي نذهب إلى تقسيم الدرس إلى عدة فقرات. أول فقرة: الكاتب يستيقظ على صوت الهرة. إذا استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرتي تمو بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا، فراعني أمرها وأهمني همها، وقلت لعلها جائعة، وأحضرت لها طعاما فعفته وانصرفت عنه، فقلت لعلها ظمأ فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به، وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان، فآثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا، حتى تمنيت أن لو كنت سليمان فأفهم لغة الحيوان لأعرف حاجتها وأفرج كربتها. تعالوا معي إلى معاني بعض الكلمات. استيقظت، أي ما المراد استيقظت يا محمد؟ تفضل. نعم، أي نهضت من نومي. وتمو، ما المراد بتمو؟ تفضلي. أحسنتي، تمو أي تصدر صوت، هذا البواء هو صوت الهرة. وأيضا تتمسح بي، أي تفضل يا هشام. نعم أحسنتي يا بني. تحتك بي وتلح، تفضلي يا بنيتي. نعم أحسنتي، تلح أي تصر وتكرر طلبها في ذلك إلحاحا غريبا، أي إيه؟ مألوفا، عكسها أو مضادها مألوفا. طبعا كلمة فراعني، ما المراد بكلمة راعني؟ نعم تفضل أحسنت، راعني أي أتعبني. أمرها وأهمني همها، أهمني بمراد أصابني الهم. هنا أيضا كلمة فعافته وانصرفت، أي تركت وابتعدت. نأتي إلى معنى آخر وهو لعلها ظمأة، ما المراد بكلمة ظمأة؟ تفضل يا بني. نعم عطشة، أحسنت يعني عطشانة. فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به، ما المراد بكلمة تحفل به؟ تفضل يا بنيتي. بارك الله فيك، أحسنتي، تهتم به، تهتم به. وأنشأت تنظر إليه نظرات تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان. المراد بالآلام والأحزان هنا أي الأوجاع، ومفردها الألم. أيضا وأفرج كربتها، ما المراد بكربتها؟ أفرج كربتها يا أبنائي. تفضل يا هشام. نعم أحسنت، أفرج أي أزيل وأكشف عنها همها وكربتها. هنا سؤال مهم: متى استيقظ الكاتب ولماذا؟ نريد منكم طالب يجيب على هذا السؤال، تفضل. بارك الله فيك، أحسنت. استيقظ الكاتب فجرا على صوت هرة تمو بجانب الفراش وتصر على المواء وتتمسح به. تفضل، أحسنت، بارك الله فيك. أجل معاني المفردات في الفقرة الأولى مجمعة مع بعضها. متى استيقظ الكاتب؟ المناقشة سؤال وجواب على الفقرة الأولى. ثانيا: بما شعر الكاتب تجاه الهرة؟ هذه شعر الكاتب بالاهتمام الشديد بالهرة كما شعر بالهم والحزن. أيضا: ما الذي ظنه الكاتب عندما رأى الهرة؟ ظن الكاتب أن الهرة جائعة أو تريد الماء، فلما أحضر لها الماء والطعام انصرفت وتركته. أيضا رابعا: كيف كانت نظرات الهرة للكاتب وما أثرها في ذلك أو في نفسه؟ نظرت الهرة للكاتب نظرات تمتلئ بالحزن والألم، وهنا شعر الكاتب بالحزن الشديد. إذا هذه الأسئلة خاصة بالفقرة الأولى. نذهب إلى الفكرة الثانية بعنوان: الكاتب يتعرف على ما تريده القطة ويربط بينها وبين الحرية. إذا كما سمعنا
سابقا الدرس، وكان باب الغرفة مغلقا فرأيت أنها تطير. معنى المراد ما المعنى من تطير يا أبنائي؟ أحسنت، أي تستمر. طب المضاد تتوقف. إذا نستكمل كلمة كلما رأتني أتجه. ماذا تعني كلمة أتجه؟ أحسنت يا بنيتي، أي أنطلق نحوه، أي نحو الباب. فأدركت. ما المقصود بأدركت؟ تفضل يا محمد. أحسنت، أدركت أي علمت وعرفت، والمضاد جهلت. هنا أيضا ورأت وجه السماء حتى استحالت. معنى كلمة استحالت؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، أي تحولت. طب المضاد؟ ثبتت. نعم، وهنا تحولت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور، أي فرح وسرور. نعم، ومضاد غبطة أي حزن. وانطلقت تعدو. ماذا تعني كلمة تعدو يا أبنائي؟ تعدو، أحسنت يا بنيتي، نعم، تعدو هنا بمعنى تجري، والمضاد تمشي. في سبيلها عدت إلى فراشي. سبيلها أي تفضل يا باسم. أحسنت، أي طريق، طريقة. عدت إلى فراشي وأسلمت وجهي رأسي إلى يدي وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها وأقول ليت شعري. ماذا تعني كلمة ليت شعري؟ برد شعر، أبيات قصيدة؟ لا، نعم، تفضل يا هشام. أحسنت، أحسنت يا بني، ليتني أعلم، أي أعرف ماذا تعني هذه الهرة، أو ماذا تريد هذه الهرة من تصرفاتها. هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟ الحيوان هنا يفهم معنى الحرية يا أبنائي؟ نعم، نعم، أحسنت. فهي تحزن لفقدانها وتفرح بلقياها. أجل، إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم. وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا لطلب واحد فقط، ألا وهو سعيا وراء بلوى الحرية. فالحرية شمس، يجب ديها هنا تعريف الحرية. ولكن قبل أن نذهب إلى تعريف الحرية، إذا هذه الفقرة بعنوان الكاتب يتعرف على ما تريد القط. هنا عرف الكاتب ما المراد من تصرفات القطة وماذا تريد، وربط بينها وبين الحرية. إذا القطة أو الحيوانات يريد، الحيوان يريد الحرية. الشاعر أو الكاتب تطرق إلى معنى الحرية من هذا النص، فقال الحرية شمس يجب. تعالوا معي في الفقرة الثانية نعرف معنى الحرية. ولكن أسأل سؤال، رجاؤها طبعا أملها وبلغها أي الوصول إليها. سؤالي لكم أبنائي الأعزاء، كيف فهم الكاتب غرض الهرة؟ تفضلي. أحسنتي، فهم الكاتب غرض الهرة عندما رآها تنظر كثيرا إلى باب الغرفة المغلق وتلتصق به كلما اقترب منه، وهنا عرف غرضها ففتح لها الباب. بعض المفردات الفقرة الثانية كما تعلمنا، أسئلة وأجوبة على الفقرة الثانية، كيف فهم الكاتب غرض الهرة؟ فهم الكاتب طبعا قد أجيب عليها. ماذا فعلت الهرة عندما فتح الكاتب لها الباب؟ خرجت مسرعة إلى طريقها وهي تشعر بالفرح والسرور. ماذا فعل الكاتب عند بعد خروج الهرة؟ عاد الكاتب إلى الفراش وبدأ يفكر في أمر الهرة العجيب ويسأل نفسه، هل يمكن أن تفهم الهرة معنى الحرية؟ هذه هي أسئلة الفقرة الثانية. نذهب إلى الفكرة الثالثة، وهي الكاتب يعرف الحرية. هنا توصل الكاتب إلى معنى الحرية واستفاد كثيرا من تصرفات الحيوان، ألا وهو الهرة، ألا وهي الهرة. تعالوا معي نعرف معنى الحرية. فالحرية يا أبنائي شمس يجب. يجب ماذا؟ يجب، هل من الممكن أن تغيب الحرية؟ هل من الممكن أن يكون هناك شخص
لا يوجد عندها حرية؟ أحسنت يا بني، لا، لابد أن يكون هناك حرية ولكن في حدود. تعالوا معي نتعرف على الحرية. الحرية يا أبنائي هي شمس يجب هي أن تشرق، يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة، فالحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. تعالوا معي نتعرف على معنى الكلمة ظلمة حالكة. ما المراد بظلمة حالكة؟ تفضلي. نعم أحسنت، شديدة الظلمة والسواد. أحسنت، بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال، إن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول. بماذا تعني كلمة متسول؟ ماذا تعني كلمة متسول؟ أن يسأل الناس الحاجة، يريد منهم شيء، ولا مستدين أي شحال، والمضاد معطي ومنفق، بيعطي. المضاد هنا يعطي الفقراء والمساكين، يعطي أي شيء، يعطي للمحتاج، يساعد أي شيء، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته للمطاعم والبشرية، فإن ظفر بها فلا منة المخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. إذا معنى الحرية هنا هي شمس يجب أن تشرق في كل نفس، وهنا أيضا الذي يعيش محروما من الحرية يعيش في ظلمة حالكة، سواد في حياته. والحرية أيضا هي الحياة، هي حياة كل إنسان، بدون الحرية لا نعرف أن نعيش، ولولا الحرية يا أبنائي لكان حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعبة المتحركة الدمية في أيدي الأطفال. يبقى شبه الشاعر هنا الحرية بإيه؟ ها؟ اللعبة المتحركة. طيب الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية، هل هو متسول؟ هل هو شحات يطلب الحاجة؟ لا أحسنتي، ولكن يطلب حقا من حقوقه الذي سلبته المطامع البشرية، الحقد والحسد وأشياء كثيرة سيئة في نفوس البشر. فإن ظفر بها أخذها، ظفر معنى ظفر سلبته أي أخذته قهرا وأعطته مضاد، أعطته، وظفر بمعنى هنا فاز بها، والمضاد فقدها. فإن ظفر بها فلا منة المخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. إذا هذه الفكرة الثانية الثالثة، الكاتب يتعرف على الحرية، وفلا منة لمخلوق أي إحسانا، والجمع منة والمضاد نقمة. إذا يا أبنائي سؤالي على هذه الفكرة، بما شبه الكاتب الحرية؟ تفضلي. أحسنتي، بارك الله فيك، شبه الكاتب الحرية بأنها شمس يجب أن تشرق في كل نفس ويتمتع بها كل مخلوق على وجه الأرض. بعض المفردات في الفكرة الثالثة، تفضلوا. محروما أيضا وضحناها. المناقشة سؤال وجواب، بما شبه الكاتب أيضا أجبنا عليه، وكيف يعيش المحروم من الحرية؟ تفضلي. أحسنتي أحسنتي، المحروم من الحرية يعيش في ظلمة حالكة فلا يعرف معنى النور. بما شبه الكاتب المحروم من الحرية يا شباب؟ تفضلي تفضلي يا بني. أحسنت، شبه الكاتب المحروم بالحرية كأنه إنسان يعيش في ظلام كاللعب المتحركة في أيدي الأطفال. من الذي سلب الحرية؟ تفضلي يا بنيتي. أحسنتي، الإنسان هو الذي سلب حرية أخيه الإنسان بالطمع والجشع والسيطرة على كل شيء في الوجود. هنا نصل إلى درسنا اليوم، ونقول لكم في نهاية الدرس تحدث عن الحرية بأسلوبك. وهكذا أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي، قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في العلم، وحفظكم الله من جميع الوباء والأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.